بالعيلة الوداد دائما نحرص على اختيار أفضل الأسر، الأسر اللي خلينا نقول نتأكد من أهلية الأسر. طيب ممتاز، ممتاز جدا. طيب لو نتكلم مثلا عن أهم الإجراءات، ناخذ إجراء إجراء، التحقق الاقتصادي، يعني اليوم صحة نفسية جيدة، الاجتماعية جيدة، تطابق جيد، لكن ما في ملاءة، فعندكم مقياس لهالموضوع؟ يعني خلينا نقول التحقق الاقتصادي إنه نقيس قد إيش ملاءة الأسرة ككل، الزوجين، يعني صافي دخل الأسرة عندنا نسبة معينة عشان نقول إنه أيوة فعلا هذه الأسرة قادرة على رعاية وعناية هذا الطفل المحتاج. طيب أيضا هناك نقطة مهمة من أهم الإجراءات، التحقق الصحي بأنواعه. صحيح، بداية لما نقول التحقق الصحي نضمن خلو الأسرة من الأمراض السارة والمعدية التي قد تؤثر على احتضان هذا الطفل مستقبلا، ومنها كمان مرحلة التحقق الأمني، نضمن قد إيش إنه الأسرة ما عليها أي، يعني سجلها نظيف، السجل الأمني. نعم صحيح. ليش؟ لأنه ممكن هذا يعني يؤثر مستقبلا، يعكس على الطفل سلوكه. بالضبط، يعكس سلوكه، تربيته، التنشئة، لما الطفل ينشأ في بيئة أسرية مستقرة، تقبل الأقارب جدا مهم للطفل لبناء شخصيته، صقل شخصيته ودمجه ومجتمعه مع الأحفاد. إيه بالضبط، ودمج هذا الطفل. فمن خلال البحث الاجتماعي يتم مقابلة الأقارب من الدرجة الأولى. جيد، ذكرنا أيضا التحقق الصحي، لكن في المقلب الآخر اليوم في دور الإيواء المؤقتة هناك أمهات حاضنات، هل أيضا يخضعون لإجراءات تحقق صحي، تحقق أمني وتحقق أمني صحي نفسي، ومقابلة الأخصائية النفسية لقياس مدى السواء النفسي لدى الأم الحاضنة اللي متواجدة في دار الإيواء؟ جدا مهم يعني نقيس هذه الجوانب، هم جوهر الجمعية يعني. صحيح، للتأكد أنه هذا الطفل يرعى، أو خلينا نقول يقدم له الرعاية الكاملة من كل الجوانب. الطفل في النهاية هو طفل، يبكي، يمرض، يبقى مستشفى، يصحى آخر الليل، يعيش طفولته، هذا الطبيعي. فبالتالي إحنا نحاول في جمعية الوداد لحين احتضان هذا الطفل توفير بيئة للطفل لحين احتضانه، ولكن ما حيتلقى الرعاية الكاملة صح إلا بوجود أم وأب وأسرة أخوان وأخوات. وهذا هو الهدف المرجو نهاية اليوم. بالضبط.